صغيرة بقى باقا تنقرا. تتقرا يونس، باقا ومن بقى صغيرة. كتقرا اللي جايباها هنا، اللي جايباها هنا غير تقل البال على راسك، ديك الساعه سير لا خبيها لا وخليها تقرا. لا 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 جايباها، اشنو جاي المحتوى ديالها؟ مغنيه، ممثله، صحفيه، شنو كدير؟ ما كدير والو. عبرت نقول لك المحتوى ديالها ان هي عندها المشكل انها تتحشم، ما عداش مع الناس بزاف، يعني قرايه الدار قرايه الدار. هادشي اللي درت معاها اللايف باش تطلق شويه ودير صداقه ودير، اش فهمتي؟ واش اما منيتك؟ الزواج اسمعني، لا لا باش نكونوا واقعيين، واش منيتك انت جايه تحيدينا؟ راه هذا العالم اللي كله تنمر، هاد الناس اللي جايباهم عندها راه في عوض ما غيربحوها غياديوها، لحقاش الناس هنا راه ما كيعقلوا على حتى شي واحد، واش هما المعاقين وما كيقيلوهمش؟ عاد انت جايبه لهم بنتك بيضه مقشره، بنتي كتحشم، عطيوها علاش كتقلب؟ ما يمكنش يا لاله، الا ما لقيتوا الخير في المواقع راه ما غتلقاوه، الا ما لقيتوش الخير في الواقع ما عمرك ما تعولي عليه في المواقع، الا معوله تجي تصاحب هنا صحبات السلوكه راه ما فيها خير، في الاخر يضربك الضو، نهار يتعرست لك، وديري راسك في هادو، دخلي جوله ودوري ميا. وضعنا في حضرتك. فهمتيني يا لاله؟ يعني بنتك تركز على حاضرها، تركز على داكشي اللي بين يديها، تركز على قرايتها اللي غتنفعها. اما دير اصدقاء ولا ما ديرش اصدقاء، الاصدقاء ما عندهم حتى دور في حياتها، اش غادي يزيدوا هاد الاصدقاء؟ ماشي هي وي تتحشم بزاف، فهمتي داكشي علاش؟ هما دا مشكل تاع الحشومة. هي فاش درنا باش تدير معاك حشمات قالت لي لا ما نقدرش، قالت لي تتحشم. باينه الحشمه على وجهك الطراح، باينه عليك الحشمه، فاش كتجلسي تذوقي ديك التعريجه قدام المرايه ما كتحشمي، فاش لا كتجلسي ما تشتكي. تزوقها والو، دايره غير كلوس. لا لا دايره غير يوما كلوس. جلوس سهل من هذه الكارو، اليوم جلوس غدا الريسير وبعدو لا لا الشكل. لا 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 ما معلش لا، انت حره، انا كنتحكم عليك، راه امك حداك اللي تحكم فيك، انا راه فضولي، ما تدي عليا، راه امك اللي مكلفه بيك. ما ديال في قرايتها راك عرفتي تسجل. لا قرايه الدار قال الله لك كلكم القسم. راعين وكل راع مسؤول عن رعيته، انا غير كنهدر وصافي، ما انت راه بنتك وعارفها اكثر مني انا، ما طيب لست. قال له بس وحدي تحاور. لا ما فيش بس لم احط به خبره، ما يمكنش هيك كنهضر وصافي، ما راه كل واحد وكيداير. فاش ايوه كتقرا اش من سنه عندها؟ السنة الرابعة في الليسي. الرابعه في، على كاين ايطاليا؟ من سنه رابعه في الليسي؟ لا في ايطاليا دايرة 5 سنين ماشي في المغرب. اش ايطاليا؟ وقولي لي من اول في ايطاليا. لا في ايطاليا انا عندها السنة الرابعة، باقي لها ان شاء الله الخامسة هي البكالوريا هنايا. تبارك الله، ايوا ان شاء الله ان شاء الله. صافا مجهد شاده في القرايه مزيان؟ الحمد الحمد لله لله. دايرة سيونس بيوميديك، وداك الشيء باش ان شاء الله ديال نقاط نقاطك مزيانه؟ لا الحمد لله. ايوا شدي في قرايتك، عرفتي شنو هي؟ شديتي شي ديبلوم في هذا الشيء ديال بيولوجي ياك؟ لا بغيت ندير ميدسين بعد ان دير شاء الله. ميدسين ان شاء الله. مزيان تبارك الله. ايوا شتي طبيبه وغتحشمي، فاش يعريو لك الناس الثواوي ونضرب عليهم الشوكه غتحشمي؟ ما عمرك ما تحشمي. لا داك الشيء يلاه شوف، راه ما تدخلش ديما، حتى سالات الامتحان عاد دخلات، ما تدخلش يوميا، بارك تكون الله عندها عليك. وقت الفراغ. لا قريت هي الاولى. ايوا شوفي يا لاله، مني عندها هذا المستوى كله غير حطيها حداك، اسحب لي شي بهله. لا 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 شوف يونس، قرايتهم هي الاولى، حنايا مضحيين على ودهم، خاصهم يقراو ويحمروا وجههم وجهنا. الا ما قراش شنو غدير؟ وكانت السنة الأخيرة خليها تركز، لحقاش إلا ذقت الحلاوة هنا حلاوة القراية غتمشي، الفلوس كتمسك في أمك ماشي غير في قرايتك، يعني ما تولفيهاش هاد الهدايا وداك الشيء باش ماشي هي تبقى تقول أه ويلا دير داك الاختيار الثاني، خلي الاختيار الأول والأولوية ليها لقرايتها، يعني هاد جوج ريالات اللي كيجيو ويمشيو راه ما دايمينش، لا راه لا هادشي راه تمام. غير شي واحد، فاش كيكون شي واحد مثالي ولا سكران ولا مبربق ولا عجبتي ولا شي حاجه باش يصيفط لك ديك البركه، اما ياك ما يصحاب لك يديروا لك الصالير ويبقاو حاضرين لك، والله لا حلو عليك، لا القرايه نهار هي كل يطلعوك شيء. ونهار يطيحوك. لا شوف القرايه هي كل شيء، انا تنقول لهم انا واو مضحيه بكل شيء على ودكم باش تقراو، حتى حاجه ما غادير، حتى هي ما تتبغيش دير قليل باش تفوج، اما قرايتك امتحان ما تدخلش كاع نهائيا. وعندك غير هاد العويتقة ولا كاين من لا غيرها؟ عندي واحدة أخرى إن شاء الله السنة الأخيرة في الابتدائي، بارك أدخل الله العام الجاي إن شاء الله في إعدادي. بارك الله تبارك الله. الله يبارك فيك. ايوا كنظن بأنك انت اللي هاد المسؤولية كاملة، كنظن لا كاين راجلي، ولكن راجلي خدام برا، صافي ولكن أنا مزيان الحمد لله، صافي صافي، عائلة متوازنة الحمد لله، هادشي لا اللي ولكن أنا ربيت بيت، ولكن أنا اللي تنبقى معاهم في المراجعة، ويكون مزيان مزيان يعني المدرسة متبعاهم في المدرسة مزيان. متبعاهم لا غير ملي شكرا مجموعين وملمومين وفرحانين راه الحمد هذيك هي لله الدنيا، حنا هادشي الحمد اللي لله. بغينا،
بغينا غير المرأة تجلس مع راجلها وتربي وليداتها ويخرجوا لها بحال هكا دكاتيرة وما تندمش على أيامها اللي عطات، وما تندمش حتى لساعة وتقول أنني ما ضيعت شبابي هباء منثورا، راني قال له زرعت وحصدت ودرت المجهود وبانت النتيجة. زوين هادشي، لا اكتشفت نطلب الله خاطر يخرج غير فور دو ريكشي كوفرا صالحة ويقراو ويكونوا مزيانين. هذا الشيء هو، انا ما يبقاش يا فيا الحلال التضحيات اللي درت، عيت تكون نتيجه ويفرحوا براسهم ويديروا قيمه لراسهم في المجتمع. هذا الشيء هو، لكن حنا ما كملناش قرايتنا وبغينا هما يكملوها ان شاء الله. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. ايوا واش غيدير الواحد، كي داير نتا كلشي مزيان كي داير مع والله الا بخير هذه الساعه الحمد لله. احنا انا اللي ما قراش مزيان، ها انت شوفي فين غتليت، ولا عندك 40 عام وبركة ديريها قرايه الهبيله قرايه. انا بلا سيونس، انا وصلت للباك وما كملتش قرايه، وبقى قرايتي وبقى فيا قرايه الهبيله. لا تسلي بحالي كديريها ويضحكوا عليك الدراري الصغار. اي والله يصاوب، كل واحد كي دار ليه الله ما لا يصاوب. رحتي درنا لراسنا، الله كيدير غير الخير. صح، قال لك ان تصيبكم حسنه من الله وسيئة من أنفسكم، يعني اللي شفتي على شي طبع خايب هذاك الشيء راه هو داير هكاك، راه ما عنده علاقة بالله. الله هو شنو غيستافد، شنو غيستافد الله يشوف العاهات المستديمة ويشوف الناس مخربقة، هو راه بالعكس. صح، هو عطاك عقل وقال لك خدمه، خدمتيه في الشر غتلقاه، خدمتيه في الخير غتلقاه، في الآخر كاين حساب. باسط كاين عندك داك الشيء اللي درنا حنايا، الغلط اللي درت ما بغيتهمش يديروا، يعني كملوا قرايتهم، هدفهم في الحياة يقراو. غير خلي لهم مساحة من الحرية، ما تفرضي عليها حتى شي حاجة. لا 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 ما تنفرضش عليها، لا ما تنفرضش عليها حتى شي حاجة، لا لا دراسة لا حتى شي حاجة. لا تختاروا الروسهم حقاش، فاش هي اللي غيبقى هي عارفة الكاباسيتي ديالها. أنا جاي واخ شكرا. Attends, j'arrive. J'arrive à voir qu'il y a un libre. فتحته ضربت ليه الطر. عجبني يونس ان تتعطي شي مواضيع يعني وتتنصح الناس، تنطلي وحق الله في اللي تنشد تليفوني بلا تكلمتو. كيما راه خاصني وديك الهدفات ديالك، هذا ما كتعرف والو داير هذا. كملي قلت لك تتعجبني فاش انا في اللي تنعسو بناتي تنبقى نتفرج فيك، تتعطي شي نصائح يعني صائبه، ماشي يعني تتشجع الناس باش يكملوا قرايتهم، تتنصح نصائح زوينه. ورانا تنبغيو بغينا الخير غير الناس، واش حنا شنو غنستافدو نشوفوا الناس شمكاره، شنو غنستافدو نشوفوا العائلات مشتته، شنو غنستافدو نشوفوا، ما استافدو حتى شي حاجه. بالعكس الا بغيتي المجتمع يتحسن راه كيتحسن بافراد، وخلي الفار وخليها تهضر، سير عاود لجدك انت وديك الفار، فار 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 حبلك قادير لي راسك الصلانه، خليها تهضر. يلا هلا لا تصبحي على خير، تهلا لي فراس. شكرا شكرا على وليدات، سلامة شكرا الله يعاونكم. تحلات لك حيده الكاتبه حيده دفار، تا هما راه تحلات لي واحد النهار درنا انا وخارك الفار الفار. اهلا، عقل هذا اللحم هذا، عقل هذا الفم هذا، عقل عليه. طلعتي معايا طلعت فوقاش طلعتي امبارح امبارح وجاي اليوم. سير اختي واش تحب لك، انايا كنفرق اشفار تنجيبو الجديد، ويلي جاي الباح جايه تمد في وجهها. كنقول هذا الفم عامر باللحم في الشتو انت يا اختي كيولفو. اهلا وسهلا، مساء الخير. بخير دايره مع الصحه؟ والله ما قدرت انتي قصناك في جن، انا المهم نصور ذاتي. لاباس عليك، كي دايره؟ تفضلي من انت. انا بخير لعبه جوله، ربي نلعبو شي جوله. الله يا ربي الله، اش كتعاود انت على هاد الخميره الجيرمه؟ كتعرفوا ديك الخميره الجيرمه ديك اللي مربعه هي باكيه تاع الخميره؟ اوه حشم عليك تتايا، حال شوف الكبر ويلي كبوطي، هذا هو الكبوط اللي مثل به الفيلم داك ديال كبوطي اللي كان مخبي فيه الفلوس باهم. كبوطي يا خويا، ضرب شي جوع، بغينا شويه الدعم وسع عليك من خواتها، فكم راه محتاجين كبوطي. نعم اخويا، بربي ما تسنى تسنى مينيكس.
بس انا خويا بغيت نوري شي حاجه الله يحفظك بلا شوف بلا قميص انا نزرق قيسه شوفي شوف اه ويلي كنت غنغلط غير بلاتي عافاك الله يرحم لك بالوالدين ما كنتي كتقفقفي راه لاعبين جوله حتى التليفون وقلتي وغير بلاتي عافاك نوري الناس الظروف عافاك شوف الله يرحم بالوالدين والاخوان وصافي راه باينه عليك بلا ما توري راه عندك الخيوطه بحال دايره عمليه القلب 70 خيط مورا هي بدات كتقطع اصدقائي ساعدوها ساعدوها وديروا لها ابوني شنو سميتك عرفيني بعدا غير على راسك واخا انا سميتها عتيقه سن ديال 21 عام كنسكن في نواحي بن ملال عتيقه مسكينه اللي حالتها ها زوينه سميتك عتيقه اه زوينه سميتها ولكن ضرب لي خايبه خايبه ما لي انا اختي كتقولها لي انا سيدي ربي سير اختي خدمي ولا سيري ضربي الكرفي على ظروفي خايبه حتى انا ظروفي خايبه خايبه كما جيت هنا شكرا لكم لا لاباس عليا ياك ما يسحب لك جاي هنا نفرق راه انا جاي بحالي بحالكم جاي ندبر على كري نتوما كانوا تلصقوا فيا كي كنعره اللي كتكون تبقى في النار وانا قبل تسمع لي نقول لك حاجه انت تبارك الله راك جامع الجوقه كامل عندك الله يحفظك عليك كلاب الدوار شكرا لكم الله يحفظكم الله يجمع عليك كلاب الدوار يا مسخوط لاله عزيزه قالت لك جامع شوفي يا اختي تابع ما يكون ما يشدوا لامبا عاونوها الله يعطيها التاويل الله يحفظك صحنيت بني من لاش غتخدمي تما وعلاش اختي ما تخدميش هذا رمضان هذا نوضي خدمي نوضي عري على كتافك وديري الملويل ومسمن وبيعيه في الزناقي مالكي بنت القيد ايوا ان شاء الله ما غديري والو غتبقاي مقابله غير الثقبه هذه راه شتكي مزرتي انت هي كديري فيها كوميديا راسك متقل عليك وديري ها قالت لك الكوميديا بقى لك على الكوميديا ياك يا كم يا كرمونينيكس يا تا ايه ايه اخويا شكرا الله يرحم لك بها الوالدين خلاص ايه قال لك الكوميديا او من كوميديا بعدا كاين انا عندي المواهب والله الا عندي المواهب كان شوف والمواهب اسمعني وابقى شوف كان ها ايجا ايجا فوقاش كنضحكوا كتكون الكرش شبعانة عادي كركري واش انت حاذقه وجايه كتضحكي انا راه ما بديت كنضحكهم حتى دخلت الفلوس عادي انا كنكركرو ما حد كنت حاذق كاع ما كانوا كيشوفوا انت راكي هبيله انت ايوا ما ضحكتي راسك انا علاش كنضحكهم لحقاش عارف الكونت عامر وفرحان ها 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 انت ضحكتي عندك شي فلوس والو ايوا علاش كتضحكي الخلا ولا العماره ها 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 ها, ها, ها. ما جمعت ريال ها ها ها, ها. حالتك عاونوها والله كيبقى يقول لي كيبقى يقول لي بدينا الكونسيبت بدينا الكونسيبت اخويا وبديت كندير لهم خاطر مره لا لا شوفي انا كنضحك معاك عندك حس الكوميديا والله هي كنضحك معاك ربي يخليك شكرا لا بالعكس من وسط المعاناه كنخلقوا اصلا هادو كلهم الكتاب والمشهورين وداكشي في وسط المعاناه كانوا الابداع يخرجوا من رحم المعاناه فهمتيني كلهم هادوك اللي ابداعوا كانوا كيعانيوا لحقاش فاش كتكون الامور زوينه راه ما كيبقاش عندك قصد الابداع صافي كتنسى راسك طرات غير مني انا بديت واحد الكتاب ديالي كنت كنكتبو واحد الوقيته كانت دايزه عليا نفسيا وماديا كانت عندي الماده الخام بديت كنكتب لقيت الكتبه فاش من بعد فاش استقريت يعني كان واحد التصالح ما جاتنيش الملكه ديال الكتابه مشاو ليا الكلمات فهمتيني يعني استغلي هاد فتره المعاناه ديالك باش تخرجي شي حاجه انا خرجت مواهب تخيل دابا انا كنصنع ديكورات بعدا كنشكر كاع هادو اللي كيكتبوا ليا وكيصيفطوا لي شكرا بارك الله فيكم يعاونوها شكرا عليكم بارك الله فيكم الله يحفظكم دابا انا نقول لك انا كنصنع ديكورات ياك ياك وزعما ورود هذا وكنرسم هذه الثانيه وكندير كالكوميك وصافي الشركه هذاك الشيء اللي كديري بقاي تبيعي رسوماتك هنايا داك الشيء اللي كديري ديري للناس ولا عجبهم تصيفطي لهم باغ كوموند راه كاين اللي عجبو هي باش يدعموك لا ولكن ما عنديش ولكن بلات باش كنصيفط الناس خص يكون عندي طابلو فهمت انا ما عنديش فلوس طابلوات داك الشيء مسكين شكرا حفظكم ليا شكرا عندي غير هكا كنشري ورقه لا لا شكرا ورقه كنت كنرسمك غير في الدفتر واحد الا بغى شي واحد يرسم يصيفط لك هو باش تشري ليه الطابلو اه والله داك الشيء كانت واحد السيده كانت قالت لي واش تبغي نرسم لك شي حاجه قلت لها نرسم لك مرحبا ولكن زعما هكايا خصني طابلو باش يمكن لي نرسم رسم في حيطكم شوفي داك الحيط زوقي باش يبان ديري شي ميكي في داك الحيط ما تعرفي يجي زوين بحال زعما واش نزوقو اه باش تبان الخدمه قاعده ما كاين ما يدار خصنا الصباغه خصنا بعد الصباغه ان شاء الله كلشي خاصك واقيلا خاصك حتى الهواء واقيلا ما كتاكلوش نتوما
كتعايشين غير بالقدره. ودا اسكت قسما بالله كنشكو بالعدم يا اختي ما عندها لا. اسمع اسمع اقسم بالله الا حنايا فاش الا حنايا فاش كمرتشي واحد في الدار ما كيمشى بدا السبيطار كيبقى تا كيشافي ربي من عنده. كل في المغرب اللي كيمشي للسبيطار راه الناس ما كيمشيوش، يا الهبيله صحابك غير انتيا ولا حنا فين عمرنا شفنا السبيطار؟ انا قدامك حتى كيجيونا الحلاقم باش يضربوا لي ديك اكستانسيلين، يضربوا لك شوكه بالذق وثمانه وزكوك من فوق. واحد المره مشيت ضربوا لي ديك اكستانسيلين عرفتي عواجيت والله ما قديت نهز الدرب جاي وكنديرها عرجت اللي راه كلشي هكاك حالتك حابلك غير انتيا حنانين. لا والله لا كاين ناس الله ما زعما عندهم هكا تاكل زعما كملت شي واحد كيمشي هكا شكرا بارك الله فيكم. راه اللي عندهم اللي عندهم لا ميتيال واللي عندهم لا سينيس كيعوضوهم، اما اللي ما عندهمش التعويض راه كتجيهم قاصحه، الا مشى دوز ما غيتقداش ما غايجيبش سخره للدار فهمتيني؟ كيفاش كيبقى داكشي باش كيموتوا ديما الفقراء كيموتوا قبل الوقت ولكن سرهم ديما الفقراء 50 عام كتلقاه مات مسكين 60 عام الله يرحمها مسكينه 50 مات مسكين ولده طاح في بير بنته ضربتها بقره الاخر صحيح السلامة وحشم عليك دابا كتعرف الفقراء حتى زعما كاينه كنت فقير وداك الشيء لا اختي انا ما كنتش فقير ياك ياه ما عمري ما انا ما كنهضرش على فقراء الجيب انا كنهضر على فقر هذا الملف تاع علي وانتوما ما كو كان هذا غير كاع ما توحلو كلها لقيته كو كان الدماغ غني كون لقيتي كيفاش تخرجي راسك من هذا المأزق وتلقاي لحقاش غتقولي كيفاش هذا بنفس العقل وهذاك بعقولهم وبداو من الصفر ولكن شوفوا مال نكس نقول لك واحد الحاجه ولكن شوفوا مال نكس نقول لك واحد الحاجه خويا دابا انايا كنت زعما كون عاودت لك زعما داك هذاك الشيء طارير بزاف ما كلشي طارير راه ماشي بنتي الظروف ما عمرها ما كانت عائق الا جا كل واحد يقول لك كون شفتي شنو ما داويش لك على طور وعلى الظروف عندو كان على النقطه ديال بزاف ديال الحوايج اللي طرا لي في حياتي وخرجت راسي منهم بحالاش بحال انا وطرا لي اغتصاب وانا فهمت 8 سنين ياك الله اش بغيتي عندي في هذه الليله وحق الله اويلي يا اختي وعلاش كتقولي فيها كيفاش كنقول فيها كنقول داكشي اللي كاين حيت تصالحتي مع الموضوع تصالحتي مع الموضوع كتقوليها متصالحه ولا كتقوليها مدمره باقي مع باقي مقلقك الموضوع ولي وحدي وليت انا هي سميرة الداودي يا ربي الله اش بغيتي عندي مسكينه تاني يا اختي مغتصبه جبتي علي المواجع تاني حواني واحد والجيران ضربوا فيا تنقصت إلا جيت تشوفي أختي كاملين محوين وساكتين حق الله العظيم صحاب الغانتية تالو